تبي خيالي رائد خيالي. يلا بلا ناوي جيب. لا عن جد وصي بكرة أو اليوم 43 برد بكل معنى الكلمة. طب لحظة عن جد يعني ممكن تحاول ماشي حال لا بأس. طب فين كاميرا؟ تفضل. حتى الكلب مبسوط. لك أول مرة بمشي على النهر الظاهر. ولك مو هو عارف إن هذا نهر؟ شو فكره غبي؟ لا فكره كلب. فكره غبي؟ أنا خايف يندفع ويجي علينا هسا. هيك مش غبي. بقولوا له تعال بيجي. بقولوا له اقعد بقعد. سمحوا لي بني ادمين ما عجبك الصور غير الكلب. طب ناديله ناديله شو في شد. ما بعرفش اسمه. ليك كل ثقة يعني ماشيين حتى بعربات الطفل. وانت بشو كيف ماشي يعني؟ لا اصل الطفل يعني ما بتحملش انه اذا وقع. كلها 7 كيلو 10 كيلو وزن العرباية. وزنك 110 بلكي وقع بلكي وقعت. لا الوزن معه 80 كيلو انا وزني معلش 80. بتطلع على القمر بس وزنك 80. رحنا طلعنا مشوار من هناك بالدرج حدينا. يا قوي الوحيد اللي مش شايف السلك اللي نازل عنه. اصلا قفل التصوير بعدين بلكونك دغري بنعرف. اسالني ليش؟ ليش؟ اول شيء بتعجبني اسئلتك الذكيه لانه لا السلك لانه ابيض ما مبين الثلج ما بس ليك شو؟ هذول حاطين زريعه الوحيد اللي حاط زريعه زي بيت مصطفى ناشفه بيت مصطفى البلكون عنده بالصيف كل البناء يعني بدينك في زريعه بتعيش في الطقس هذا هسه يعني كيف؟ في زريعه حتعيش في الطقس هذا بس حاطين على القليل خصوصا عاملين السكة للزريعة على البلكون بتلاقي البناية كلها زرعة كله مزهر بالصيف الا مصطفى مقرع البلكون عنده. يعني احنا اهتماماتنا شوي قليلة بالشغلات. لا ليش قليلة؟ بس عارفك قصة الزريعة المفروض تعرف تكون مهمة مين؟ زوجته. هلا بتعمل هي والله بالاول